السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من جرايد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية، قطر تلاحق مزاعم الغارديان، اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 مستعدون لاستضافة المونديال إذا قرر الاتحاد الدولي تغيير موعده. في الشرق: أبو ريدة، قرار إقامة البطولة في قطر نهائي وغير قابل للنقاش. في الوطن: أدريانو لوسيسكو بوجهين. عربيا: مطلق نصار كتب في الراي الكويتية، استاذ جابر شخباري. مساعد العبدلي كتب في الرياضية السعودية: كيف سنلاقي العراق. في المدى العراقية: رئيس نادي أربيل، لسنا مستعدين لاستضافة خليجي 22. تيسير محمود العميري كتب في الغد الأردنية: هل من مبرر. في المصري اليوم: أبو زيد، ليس من حق الأهلي قبول أو رفض اللائحة. في اللواء اللبنانية: الصادق يعلن استقالته من الأنصار ومقاضاته الاتحاد. عالميا: في المرور البريطانية، بيليغريني: هذا ليس فريقي ولا تذبحوا هارت. في دي فيلد الألمانية، غوارديولا: أنا مدرب محظوظ. في توتو سبورت الإيطالية، مانشيني: لم أتعرف على أسماء اللاعبين ودروبا فاجأني. في فقرة غريب عجيب، جيكز يضرب رقم الأسطورة راؤول في دور الأبطال. إذن كل الاهتمام اليوم يتجه نحو زيورخ في سويسرا. المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يناقش اليوم وغدا إمكانية إقامة مونديال 2022 في الشتاء، وكل المؤشرات ترجح أن لا يصدر القرار في غضون اليومين المقبلين. ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني أكد ذلك في تصريحات نشرتها جريدة الديلي ميل البريطانية. جرايد يتواجد كالعادة مشاهدين الكرام في الأحداث الكبيرة، وموفدنا وزميلنا جاسم حسين المتواجد في زيورخ سيضعنا في صورة هذا الاجتماع في سياق الحلقة. أما أنتم مشاهدينا فلكم أيضا حصتكم، ودائما من خلال صفحة جرايد على الفيسبوك التي نذهب بداية إلى جولة على أبرز ما كتبته الصحف المحلية والعالمية عن اجتماع الفيفا، ثم نذهب بعدها إلى زميلنا جاسم حسين في زيورخ. ردا على مزاعم جريدة الغارديان البريطانية، علي أحمد الخليفي مستشار العلاقات الدولية في وزارة العمل القطرية أعلن أن قطر تأخذ التزاماتها الدولية بشأن العمالة الوافدة على محمل الجد. الخليفي أكد أن وزارة العمل تفوض شركة محاماة لبحث مزاعم العمل القسري، كما أن وزارة العمل ستتخذ الإجراءات الضرورية للرد على الادعاءات. الخليفي لفت إلى أن قطر لا تقبل أي تجاوزات تجاه العمالة في قطر، وأنه سيتم مضاعفة عدد مفتشي العمل لتضييق الخناق على أي نوع من التجاوزات. حكومة دولة قطر تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد، خاصة بعد صدور عدد من الادعاءات حول عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية في شأن العمالة الوافدة، خاصة فيما يتعلق بميثاق العمل القسري في الآونة الأخيرة. وزارة العمل باعتبارها ممثلا للحكومة القطرية في هذا الشأن فوضت شركة DLA Paper الدولية للمحاماة من أجل مراجعة جميع الادعاءات بطريقة مستقلة وإعداد تقرير عن صحتها للوزارة. عند ورود التقرير سوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الضرورية للرد على هذه الادعاءات. يعقد اليوم في زيورخ اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والذي سيتم فيه مناقشة موعد إقامة مونديال 2022 والذي سيقام في قطر. اللجنة العليا لقطر 2022
أكدت من خلال بيان لها أصدرته أمس جاهزيتها لاستضافة المونديال في أي توقيت. اللجنة قالت: التزامنا بتطوير تكنولوجيا التبريد مستمر، ليس لخدمة بلدنا فحسب، وإنما لخدمة البلدان ذات الطبيعة المناخية المماثلة لبلدنا لتتمكن من استضافة الأحداث الكبرى. تقدمنا بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في فصل الصيف لما يمثل من فرصة مميزة لتقديم حلول مثالية للاعبين والجمهور ولبلدنا قطر وللبلدان ذات الطبيعة المناخية المماثلة لتوفير أجواء سليمة ومريحة لممارسة كرة القدم. بذلنا الكثير لنبرهن أننا قادرون على الوفاء بوعودنا وتنظيم بطولة مميزة في فصل الصيف، وإذا ما تقرر تغيير موعد الاستضافة فإننا على أتم الاستعداد لهذا التغيير، حيث إنه لن يؤثر على خططنا واستعداداتنا. ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستبق اجتماعات اللجنة التنفيذية للفيفا والتي تعقد اليوم وغدا بتوقعات تبدو أقرب إلى المنطق والواقع. بلاتيني أكد أنه من المستحيل عمليا اتخاذ قرار نهائي بشأن نقل موعد مونديال قطر 2022 من الصيف إلى الشتاء، داعيا إلى الدخول في المزيد من المشاورات مع كافة الأطراف قبل اتخاذ قرار نهائي. في كل الأحوال يجب أن نستمع جيدا إلى ما يحمله جوزيف بلاتر رئيس الفيفا إلى اللجنة التنفيذية اليوم وغدا، ولكن من المستحيل عمليا حسم القرار بشأن نقل موعد مونديال قطر 2022 إلى الشتاء، وأنا شخصيا مهتم بمناقشة الأمر بصورة موسعة، كما أن هناك أمورا أخرى تحيط بالحدث جديرة بالمناقشة أكثر من قضية التوقيت، كما دعا سونيل جولاتي العضو الأمريكي الجديد في تنفيذية الفيفا إلى تقديم دراسة شاملة حول جدوى وكيفية نقل الموعد من الصيف إلى الشتاء. هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن تأييده إقامة مونديال 2022 في فصل الشتاء. أبو ريدة قال لجريدة الشرق القطرية إنه التوقيت الأمثل لإنجاح العرس الكروي العالمي من النواحي التنظيمية والفنية والجماهيرية. أبو ريدة أكد أن قطر لم تقدم أي طلب بهذا الشأن لأنها حتى الآن جاهزة على تنظيم